فهموني ليش هيك صار معكم؟ سلمتكم الزلمة عايش، هيك بيشتغلوا ضباط الشرطة؟ ها؟ شو لقيتوا؟ هالقضية إلي، بدي يكون أول حدا بيعرف بكل الأمور اللي بتصير معكم، فهمتوا؟ ما بدي تفوتني ولا معلومة. مجد وينه هلأ؟ وينه رفيقكم؟ احكوا، انتوا بتعرفوا انه لولا مجد كانوا هدول الكلاب رح ياخدوا عمر معهم؟ سحبوا وهربوا منهم. انتوا شو عملتوا؟ تركتوا للزلمة لحاله. وينه رفيقكم يا ابني؟ وينه؟ احكوا. انا هون سيدي، هون سيدي. بطلي؟ انت منيح؟ منيح يا سيدي، لا تاكل همي. لو تشوف كيف نفدت من اللي صار. شو صار؟ خبرني، احكي لي يلا. القصة بصراحة، اجا واحد وضربني على راسي من ورا بدون ما انتبه عليه. ايه؟ لما صحيت شفت حالي هون، وشفت عمر مقتول على الأرض، وبعدها لقيت واحد جاي باتجاهي. قبل ما يقتلني قوصت عليه وهربت. عرفته مين هو؟ شفته شي؟ نوب سيدي، ما قدرت حتى أني ألمحه. برافو عليك، برافو يا بطل. يلا خبروا شباب الإسعاف يجوا شوفوه. ايه، سلامتك أخي، سلامتك. الحمد لله السلامة. تسلم. هلأ رح تابع الوضع هون. طيب شوف شغلك يلا. تعرف، لأنك كنت منيح مع أمي رح أتركك. قالوا لي افحص حضرتك. لا شكرا، انا منيح، ما فيني شيء، شكرا. يعطيكم العافيه. هات عنك اخي، شوفهم اذا محتاجين شيء. رح تضلوا عايشين إذا ضليت ساكت.
السمر. سامي لسه ما نظفت بقى عالدم لهلأ؟ ما راحت بأول وش يا أخي، أنا عم جرب شي تاني هلأ. إيه كل الدم على هاد المقعد راح؟ لا أخي ما كان في دم على هاد المقعد أبدا، كان في بس على المقعد اللي وراه. كيف هيك؟ كيف؟ مع أنه كرم إجا لهون لحاله؟ صدقني ما بعرف. يلا انزلي. أهلا وسهلا يا مرت أخي، مش ويكن بدي أحكي معك. طمني حكيت معه؟ أكيد حكيت معه وبهدلته كمان. قلت له يا ابني يا ابني ليش ما اتصلت بأمك، هي خايفة عليك. قلت له ما بصير هيك. طيب هلأ وينه؟ بقونيا. ايه وشو عم يساوي كرم بقونيا؟ شبك نحن منشتغل بالسيارات، هو كان بده سيارة بسعر رخيص، وبصراحة أنا عرفت بالقصة بعدين، الصبح أو المساء بيوصل. مو هي سيارة كرم؟ ليش هون؟ شبكي قلتلك انه هو كان بده سيارة، راح بلا سيارة وهلأ بيرجع بهديك. بعد لو سمحت. اسمع، رحت لعند جلال بياع الكباب وما كان موجود، بدي اياك توصل له كلامي اللي رح اقول لك اياه هلا بالحرف. بتقول له اذا بيصير اي شيء لكرم ابني رح حد الدنيا فوق راسه. يلا خلينا نروح. من حظنا انه بقى عالدم راحت قبل ما يجوا اهله يا اخي. بابا اجت المرة مرة تانية وما عم نقدر نمنعها. وين رايحة لعندك؟ ايه قال بدها ابنها. في شي هي بتعرفه؟ لا ما بظن، لو بتعرف شي كانت تصرفت غير هيك. المعنى؟ يعني بس يتعافى كرم خليه يتصل بأمه فورا، اتصلت لقلك هيك. تمام بنشوف. كأنكم قمتوا السيروم؟ ايه صار احسن هلا. فاولة لسه؟ رح فوت شوف. الحمد لله على سلامتك. تسلمي. وين أنا هلأ؟
كأني بالجنة وفيها ملاك. شو صار بتيابي؟ كبيناهم لأنه ما عادوا ينفعوا، وإذا عم تدور على موبايلك لكو. ضلوا عايشين إذا أنا ضليت ساكت يا أولادي. ضليت ساكت. سومر، لعم على هالقصة، لعم على هالحظ. بابا جلال خايف عليك كتير، رح قله يفوت. ماشي، تركينا لحالنا يا بنتي. اللي صار يا كرام ما لازم يصير مع واحد مثلك. أنا لهلأ ما فهمت كيف صار معك هيك يا ابني. لو قدرت تنفذ وتجي مين بيعرف شو كان صار فينا. منيح إنك هربت وأنقذت حالك وأنقذتنا معك، بس اللي صار بيضل خطأ. خطأ كبير، بعرف هالشي، لهيك أنا أبلان بعقابك إلي. ايه اكيد رح اعاقبك على اللي صار يا ابني، واكيد رح خليك تدفع ثمن اللي عملته امبارح. طبعا قصدي اللي ما قدرت تعمله. تعرف هالحكي؟ مثل ما قلت، جاهز للعقاب. هذا الشرطي اللي قوص عليك شاف وشك شي؟ يعني اذا شافك بيقدر يتعرف عليك. كان عدم وكان بعيد عني، ما شافني. منيح. على فكرة أمك خافت عليك كتير لأنه ما قدرت تحكي معك. مو بس إما خايفة عليك هالفترة يا كرم، وحبيبتك كمان. رد. ايه حبيبتي. ايه ابني، طمني انت هلأ منيح؟ ايه طمني انا منيح. وصلتك الهدية اللي بعتلك اياها؟
إذا قصدك موبايل عمر عم بيشوفوه. إيه انبسطي فيه يا حبيبتي. فينا نحكي بعدين لأنه هلأ مشغول. بحكي معك. خلينا نمشي بنتي. خلص بحكيكي بعدين شيرين. خليني هون، شو رأيك؟ ممكن ساعده بشي. ما في داعي، في ممرضة تهتم فيه. تعي معي. جاي لعنا ضيف، هالضيف من برا البلد ومهم كتير. بدي اياكي تشوفي لي شي اوتيل يقعد فيه. تمام، فخم ولا عادي؟ 15 نجمة. معناها ضيفنا تقيل؟ ايه، حجزي لي جناح ملكي. تمام، قصة بسيطة. كرم يلمز. مجيد يلمز. سومر يلمز. شو يعني هاد؟ موسى، موسى معلم، كنا حابين نطلب منك شغلة صغيرة، فينا نحكي معك شوي؟ شوفي احكي. بصراحة خجلانين، يعني خجلانين منك ومن الشباب بالفرعة اللي صار معنا. معلم، فينا نستلم هالقضية بعد إذنك؟ مجد. مر سيدي. عم تسمع هالحكي؟ الشباب خربوا كل شيء، وهلا بكل بساطة حابين يزيدوا الطين بلة. مستحيل، القضية إلي، مجد رح يساعدني فيها. سمعتوني؟ سمعنا. ولا يهمك. شوفي، نحن لازم نلتقي. موافق، لأنه عندي شي وبدي أقول لك يا. تمام، رايحة على البيت القديم، لقيني هونيك. القديم؟ ماشي، بشوفك. يلا باي هلأ.
الحمد لله على السلامة. سمعت أنك طلعت من مصيبة كبيرة. شكراً إلك، بس هالقصة مو مهمة. قتلت رجال مافيا وعم تقول إنها قصة مو مهمة؟ اللي مسكته المطلوب بالعملية؟ عم يقولوا أكل الضربة على راسك، رحت بعدها لعند الدكتور ولا لا؟ رحت وقال لي إنه الضربة زبطت لي راسي وصار وضعي أحسن هلا. ليك اسمعني، إذا بتحتاج أي شيء بتتصل فيني فوراً. إيه؟ طيب تمام، بس أنا منيح لا تخافي علي. طيب. وهلأ إذا بتسمحي لي بدي روح لأنه عندي مشوار مهم. لكن روح شوف شغلك، بشوفك بعدين. بشوفك يا حلوة. أنت وينك؟ بنفس المكان بابا. ماشي، أنا جاي لعندك مشان حاسبك. وأنا ناطرك. ما تواخذيني، كنت مسافر وما قدرت اتصل فيكي. كرم، كنت رح جن من خوفي عليك. كانت اجتني جلطة، فهمني ليش ما دقيت لي وخبرتني وينك. الحق علي، انضغطت بالشغل وما قدرت دق لك. كرم، اسمعني ابني، صاير معك شي؟ اماني خبرني شو صاير معك يا ابني. خلص امي انا منيح. لا، اسمعني منيح يا ابني، هيك ما بيصير. قلي وينك وانا بدي اجي واطمن عليك. لسه لهلا ما رجعت على اسطنبول. اول شغله رح ساويها لما ارجع اني اشوفك. خلص لا تخافي علي. الحمد لله اني سمعت صوتك وطمنت عليك، بس امانه لا تخليني خاف عليك لهالدرجه. وبس تجي اتصل فيني فورا لشوفك ماشي ابني، والا ما رح ارتاح ابدا. امرك امي. أهلا وسهلا. مرحبا. كنت عم تحكي مع أمك؟ إيه. كأنك صرت منيح، قصدي إنه رجعت لك عافيتك بسرعة. أنت قط بسبع رواح يا مجنون. القصة مو مستاهلة تبالغ كل هالقد. لا تقول هيك، خسرت كمية دم كبيرة. يعني كيف سقت السيارة لحالك وكانت حالتك خطرة كتير؟ أنا كتير متفاجئ. إيه سقتها. لحالك شغلة غريبة، أكيد أنت بطل طبعاً إذا ما ساعدك حدا. مين؟ مين ساعدني؟ قل لي حسن، مين ساعدني؟ أنا بقول إنك نفت يا أخي. الحمد لله على سلامتك وبس. تسلم. لازمك شي؟ بقدر ساعدك بأي شي؟ مشكور كتير يا أخي، أنا منيح. تمام، معناها أنا رايح يا مجنون، خاطرك.
وهلا ليش جبتينا لهون؟ ما في مكان تاني يعني؟ أحياناً بجي لهون لحتى أتذكر الأيام القديمة. بنفس هالمكان هاد لقوا معي شوية مصاري وصاروا يضربوني من شانه. هاي نهاية اللي بيسرق مصارينا. فهمت لك. طوعت بالشرطة واخدت على حالي عهد انه لاقي له الكلب قصي وحاسبه على كل اللي عمله. وهلا تراجعت؟ مو هيك، مو قصة تراجعت، بس نسيت اللي صار. الماضي صار حمل كتير تقيل على ظهري وما عاد بيناسبني هلا. شو؟ أنا اشتقت لك لتكوني ما بدك تعانقيني. إيه؟ شو صاير معك؟ ليش هيك عملت؟ أنا؟ شبني؟ يعني كان ضروري توصل لكرم؟ بابا اللي قال لك هالحكي؟ يعني على فكرة كان لازم انقذ حالي يا بنت. يعني معقول تسألي هيك سؤال؟ مجد أنا بعرف هالنظرة منيح. في شيء أنت مخبيه علي؟ يعني أنت كنت حابة تشوفيني من شان هيك؟ مزبوط، كنت بدي طلع بعيونك وأعرف كل الحقيقة منك. ولك أنا نفدت من الموت يا بنت، وأنت هلأ هذا اللي شاغل بالك؟ خلص بكفي مجد، لكك هون عايش وما أحلاك. إيه مزبوط كلامك، أنا عايش لهلأ وواقف معك بنفس المكان اللي حلفنا فيه لبعض ونحن وصغار، وقت ما كان حدا يقدر يتدخل بيناتنا وما كنا نتعاتب مع بعض من شان أي حدا. بتغير الموضوع؟ لا ما غيرت الموضوع مجد، أنا ما بدي غير أني أعرف الحقيقة منك، وانت رح تقلي اياها هلا. انا اجيت لهون من شان شوفك، وانت بشو مهتمه هلا؟ يا الله قلي شو اللي عم تعمله. لا ولا شيء. تفضل عود بابا. ما بدي أقعد، روحوا استنوا برا. شو هو والقانون بين الأب وابنه يا داود؟ الابن يسمع الكلمة. وأنا طلبت منك تجيب كرم معك، ليش ما جبته يا داود؟ ليش ما سمعت كلمتي يا داود؟ شوف يا بابا اللي عملته. بابا لا تقول، بابا لا تقول، بابا لا تقول. نحن مو أبو وابنه بعد اليوم. قلي فهمني كيف قدرت تترك كرم بهيك حالة وتمشي؟ أنت ما فكرت أبدا شو ممكن يصير لو مسكوه؟ أنا متأكد أنك فكرت. معقول داود ما يفكر؟ لأني بعرفك زلمة ذكي كتير، معناها أكيد لازم يكون في سبب تاني. خبرني لأشوف شو هو. تركته لأنه هو بيستاهل الموت. ليش؟ ليش ما يعيش؟ لأنه اللي بيخسر سلاحه ما بيستحق أنه يعيش. وحضرتك اللي بيقرر بهالقصص؟ بابا لا تقول بابا، لا عاد تقلي بابا أبدا، لأنك ما قدرت تحافظ على العهد بيناتنا. الشرطي شافك شي؟ بيعرفك؟ لا ما شافني، بس مو نسيانه، وراح لاقيه بأقرب وقت وأقلع له جوزة حلقه. هذا الحكي ما له داعي يا داود، ما في داعي تعمل هيك.
أنا عامل لك إنسى الشرطي يا ابني. اللي عملته ما لازم يمرق بلا عقاب، ما هيك؟ أنت بتعرف هالحكي صح؟ إيه طبعاً بعرف. في حكي أنت بدك تقلي إياه؟ لا ما في أي شيء. مجد لو سمحت. معقول بتعرفي الزلمة بس من 3 أيام وجاي تحاسبيني وأنا أخوكي؟ معناتها ما في داعي لأحكي شيء؟ مو معقولة. مجد أنت لازم تقلي كل شيء. ثواني ثواني، رح أقول لك كلمتين قبل ما أمشي. ليكي، أنت سألتيني ليش أنا قوصت على كرم. مزبوط، ما بيهمني غير أني أعرف الحقيقة وبس. تمام، رح خبرك الحقيقة كلها. أنا ما قوصت عليه، هو اللي قوص حاله. أوف، لو سمحت بلا مسخرة. أوه، كمان ما بدك تصدق أي شيء عم قوله. ليش أنت برأيك هذا الحكي بيتصدق يعني؟ طيب أنا اللي قوصت عليه، كان فيني ما أوصه بس قوصته. واحذري ليش؟ ليش؟ لحتى يكون عندك فرصة تقربي منه بمرضه وتجيبي له الشوربة وتشربيه وتقعدي جنبه. شو كان بدك أكتر من هيك؟ رح تعيش الحب والغرام بسببي. مجد ليش عم تحكي معي هيك؟ من اليوم ورايح هيك. انت شو مفكرني قول؟ انت امتى شفت مني شي مو منيح؟ مو على اساس نحن اكتر من اخوة؟ شبك احكي ليش ساكت؟ انا ما عم بسألك عن زلمة بعرفه من 3 أيام، بس خفت على الزلمة اللي انقذ حياتي وكل همي اطمن عليه. عم تستكتر علي هذا الشي مجد؟ اللي قاله بابا جلال معه حق فيه. ما بقى لازم تشوفيني من اليوم، ما عاد نلتقي. مجد، مجد، اسمع، أنا رح كون رحيم. بهي بعبر عن غضبي. خلاص بكفي هيك، خلاص خلاص بكفي بكفي. بابا خليني اقتل حالي، انا مستعد اني موت بس ما زعلك. لا ما بقدر. مستحيل عيدة بابا، مستحيل عيدة بابا. بلال
عن جد وإليك عين تدقي لي كمان؟ خلصنا بلا ولدني، ارجع لهون لنحكي. حكيتي اللي بدك تحكيه. باي هلا، باي. لك شو صار لك انت بعد؟ عم ترجعي تتصلي ليش؟ كل شيء تمام؟ ايه كل شيء تمام. ما فهمت كيف اوص عليك مجد. شكله هالضيف غالي ومهم كتير لبابا جلال. ايه غالي، وانا عن شغلي ما بقول لحدا. انا اسف، ناديت. لا لا تخاف، مو بس انت اللي تناديت. صدقني هي اول مره بحس حالي قريبه من حدا لهالدرجه. قلتي لي سمر عايش، في عندك دليل عشي؟ ايه طبعا في عندي دليل. عندي خبر رح يعجبك كتير. انا كمان عندي لك خبر. شو هو؟ بابا جلال يعملك. عن جد؟ يلا انا لازم روح. وين سيارتي؟ ورا البيت. منيح. انا بعرف انك صادق ومتأكدة من هذا الشيء، لهيك ارتحت بالحكي معك. مستحيل يخيب ظنك فيني، بوعدك. برافو كرم، انا بعطي الكل فرصة واحدة.